أنا أنتهز هذه الفرصة وأطالب المجلس العسكري بأن يناشد أمريكا في الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. إنني أناشد المجلس العسكري بأن يخاطب أمريكا بشأن الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! فليفرج عن الشيخ عمر عبد الرحمن! فليفرج عن الشيخ عمر عبد الرحمن! فليفرج عن الشيخ عمر عبد الرحمن! الله أكبر والنصر لنا! الله أكبر والنصر لنا! الله أكبر والنصر لنا! في كلمة للقس وائز الثورة الدكتور هاني حمد. يسكت يسكت حكم العسكر.